في الجزائر اعتقلت قوات الأمن عشرات الأشخاص في صدامات مع محتجين بولاية الأغواط جنوب العاصمة الجزائر. وذكر مكتب الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان أن قوات الأمن عمدت منذ صباح اليوم لاستخدام القنابل المسيلة للدموع في تفريق محتجين أمام مقر الولاية لليوم السادس، تعبيرا عن رفضهم لقائمة المستفيدين من وحدات سكنية. وأوضح المكتب أن المحتجين رفضوا إخلاء المكان، مما اضطر قوات مكافحة الشغب إلى استخدام القوة والقنابل المسيلة للدموع لتفريقهم، كما اعتقلت العشرات منهم. وأشار إلى أن التوتر لا يزال يسيطر على المدينة في ظل انتقال المواجهات بين المحتجين والشرطة إلى أحياء أخرى بوسط المدينة. ومعنا من مدينة الأغواط حبيب جامد، الأمين العام للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في الأغواط. سيد حبيب، ما الذي جرى بالضبط في هذه المدينة وما هي الأوضاع الآن؟ مساء الخير لكم ولكل المشاهدين الكرام. أولا وقبل كل شيء، بسم الله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى. شكرا لقناة الجزيرة على تغطية هذه الحدث وعلى المجهودات التي تبذلها، بالرغم من محاولة البعض إثارة الفتنة بأن الجزيرة ماهيش تؤدي في واجبها كما يلزم، ولهم في هذا الاتهام مآرب أخرى. المهم، الاعتصام يدخل في يومه السادس اليوم، اعتصام تميز بأنه كان سلمي وكان حضاري 100%. لكن في سادس أيام الاعتصام بعد تمسك المحتجين بوقفتهم الاعتصامية، لجأ قوة الأمن بشكل مفاجئ وهمجي ووحشي لانتهاك حرمات بيوت المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم 10 جانفي 2012، حيث اعتقلوهم من بيوتهم مواطنون عزل كأنهم إرهابيون أو كأنهم يشكلون خطر، بالرغم من أنهم اعتصامهم تميز بالسلمية. إذن كان فيه كم قدرتم في الرابطة عدد هؤلاء المعتقلين؟ عدد المعتقلين 34 معتقلا. هذه اللي صرحوا بها أهاليهم، لأنه منذ الساعات الأولى اتصلوا بنا، فيه نسوة اتصلنا يستنجدنا بمكتبنا خوفا على أزواجهن وأبنائهن من الاعتقال التعسفي الغير مبرر على الإطلاق. كذلك فيه تسجيل إصابات، لدينا أسماء المصابين واتصلنا بهم في المستشفى، فيه أحدهم طرح فراش، والثاني هذو اللي مصابين إصاباتهم خطرة، الثاني فيه له قصور على مستوى القدم. ولكن الملاحظ أنه القضية هذه أخذت أبعاد بعد ما أعلن المعتصمون اللجوء إلى الإضراب العام. الإضراب العام كان نظم يوم الأحد وكان نجح بنسبة 100%، وكانت مبادرة من أجل تنظيمه مجددا نهار اليوم. نعم. وعليه نعم أسأل، ما مدى دقة الأخبار التي تحدثت عن امتداد هذه الاضطرابات إلى أحياء ومناطق أخرى مجاورة؟ بالنسبة للأحياء، نعم بطبيعة الحال أحياء الأغواط هناك حيين اللي يشهدوا هذه الأحداث بشكل كبير، حي المعمورة وحي المعمورة لأنه قريب عشرات الأمتار على مقر الولاية حيث كان ينظم الاعتصام، وحي قصر أبو عمرو المعروف بقصر الفروج. كانت هناك قنابل استعملوا أعوان الشرطة قنابل مسيلة للدموع والهراوات، كانوا تعدوا على المعتصمين اللي كانوا يردوا عبارات سلمية. نعم. نعم. سيد حبيب، لو تسمح لي فقط في سؤال سريع عن الإشكال أو الإخلال الذي رأى المحتجون أنه يتعلق بهذه القائمة، قائمة المستفيدين من الوحدات السكنية، باختصار. باختصار ولو الموضوع طويل، ولكن أحاول أن أختصر. القائمة ضمت أسماء مكررة، فيه لقب عائلي مكرر 25 مرة، أعتقد هذا كافي ويعبر على حجم الفضيحة التي وقع فيها المسؤولون وكيف كانوا يتصورون الوضع. لا ندري على الإطلاق أنه في قائمة فيها 25 نفس اللقب، وهناك خلط بين مصطلحات البناء الهش والسكن القصديري، وهذا اللي وقع فيه المجلس الشعبي الولائي في بيانه الصادر يوم 7 جانفي، ثم المجلس الشعبي البلدي في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 جانفي. بعض البيانات الصادرة عن الولاية أو المجالس البلدية والولائية بعضها تسميها بالبناءات الهشة وبعضها الآخر بالسكنة القصديرية. أشكر. ملاحظة هامة وهامة جدا. المسؤولية الأمن لجأوا إلى مساومة المعتصمين، طلبوا من المعتصمين أنهم يوقفوا الاعتصام حتى يطلقوا سراح
المعتقلين، يعني هذا لم يحدث إطلاقا في أي دولة في العالم كامل. يعني شكرا جزيلا لك سيد حبيب جامد، الأمين العام للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في الأغ